برضو لا يزال أخونا الموسوس أو واحد مثله يلاحقني بأسئلتي، غفر الله لي وله. شخص كان مصاب بوسواس في الطهارة، قلت له قاعدة اليقين لا يزول بالشك ارتاح كثير، لكن الآن أصيب بوسواس إنه وقع في فعل أو قول مكفر. بس الشخص قال على السيد البدوي إنه أمام أهل السنة، ويقوم بنداء عليه عندما يريد شيئا يعني ساخرا ممن يفعل ذلك طبعا، ولا يقصد الدعاء حقيقة، وأشياء مثل ذلك ما فيها السخرية. فأريد قاعدة، القاعدة يمسك عليه لسانه بس، الذين هم عن اللغو معرضون، هو يلخبط في الكلام وشين نحن التبعات. يا أخي أمسك عليك لسانه، هذه هي القاعدة، المخرج من الفتنة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وسائر الدعوة ليست بالسخرية والاستهزاء. تكلم على قضية متعلقة بالتوحيد، علمه أنه إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف سوء إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هكذا تعلم حقائق التوحيد، وليس بالنكات والسخرية والاستهزاء. شفاه الله وعافاه.